السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقلية الفأر. أمس الشباب استنكروا كثير وتعاطي مع الخطأ الفني اللي حصل في هذا الفيديو اللي منشنته، أنه أنا نزلت البوم تبع البومب لأنه انكسر من فوق وكان ممكن إصلاحه فوق. في شيء في الهندسة اسمه عقلية الفأر. عقلية الفأر شو يعني؟ احنا المهندسين لازم نتعاطى مع الموقع مثل ما يتعاطى الفأر مع الحياة اللي هو عايش فيها. الفأر لما يطلع من الجحر اول شيء ينظر نظرة، بعدين يدخل مرة ثانية الجحر، بعدين يطلع شوي ويرجع يدرس الأخطار المحتملة، وبعدين يطلع ايضا شوي ويرجع، اذا في شيء يظل في الجحر، اذا ما في شيء يكمل يروح باتجاه الهدف. نفس الشيء لازم المهندس يتعاطى مع الموقع، الموقع فيه اخطار كثير. انت لما يصير عندك مشكلة لازم تدرس الاخطار المحتملة، هل هذا الخطر ممكن انه يترتب عليه تبعات او ما ممكن انه يترتب عليه تبعات. بهذا الشكل انت تستطيع انك انت تضبط الموقع وتضبط نسبة الامن والامان عندك، والامان بيد الله ويعطيكم العافية.